ينظم مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراس كوهران الجزائر بشراكة مع مركز فاعلون للبحث في الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية الجزائر الملتقى الدولي الافتراضي الأول الموسوم المجتمع والجائحة، وذلك يومي 3 و4 جوان 2020 ابتداء من الساعة 3 زوالا. يهدف الملتقى إلى إنجاز تقرير ثان من خلال الاستفادة من الدراسات والتجارب الوطنية والدولية في تحليل ومواجهة أزمة جائحة كوفيد-19. Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle Kras Koran Algérie, en partenariat avec le Centre Fa'iloun de recherche en anthropologie et en sciences humaines et sociales Algérie, organise les 3 et 4 juin 2020 à partir de 15h le premier colloque international virtuel intitulé « Société et pandémie ». Ce colloque virtuel dans sa forme vise à réaliser un deuxième rapport scientifique en utilisant des études et des expériences nationales et internationales pour analyser et faire face à une crise pandémique Covid-19. The Center of Research in Social and Cultural Anthropology, Kras Koran Algeria, and Fa'iloun, the Center for Research in Anthropology, Humanities, and Social Sciences Algeria, organized the first international virtual conference, Society and Pandemic, on the 3rd and 4th of June 2020 at 3 p.m. The virtual conference aims to produce a second scientific report, employing national and international studies and experiences to analyze and deal with the COVID-19 pandemic crisis. نوار فؤاد، باحث دائم في المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. من خلال هذه المداخلة سنحاول أن نقدم عناصر للنقاش حول موضوع هذا الملتقى، ونحاول أن نناقشه أو نقاربه من خلال مناقشة مسألة نوعية الشغل في الجزائر ومحدودية منظومة الحماية الاجتماعية في زمن الحجر الصحي. طبعا تستدعي الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر والناتجة عن جائحة كورونا إعادة التفكير في منظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة التأمينات التي أفرزتهما مختلف السياسات العمومية والموكلة لهما، هاتين المنظومتان منظومة الحماية ومنظومة التأمين، موكلة لهما تقديم إجابات ضرورية أثناء بروز المخاطر. أول ملاحظة ينبغي أن نقولها بصفة عامة كمدخل هو أن مختلف منظومات الحماية والتأمينات هي منظومات انتقائية بالأساس، سي دي سيستم سيليكتيف، تختار ما تصنفه قابلا للحماية والتأمين وتحذر منه بحيث يصبح التأمين عليه أكثر على التأمين على مخاطر افتراضية أكثر من ضروري، ويصبح أيضا عدم التأمين عليه شكل من أشكال مخالفة القانون، كما تغض الطرف أو تتناسى باقي المخاطر وتترك مجالات مواجهتها وتبعاتها لأشكال التضامن التقليدية. في الغالب تبدو السياسات العمومية في الجزائر وفي غيرها من البلدان عاجزة في غالب الأحيان على صياغة منظومة حمائية أو منظومة تأمينية، لأنها لم تستطع بين مزدوجتين سياسيا أن تعير القدر الممكن من الاعتبار للمخاطر وأولوياتها وفق منطق عقلاني ومؤسستي. ما نحاول أن نناقشه في هذه العجالة هو كيف يمكن أو كيف يتعامل الجزائريون أمام المخاطر، وهذا السؤال نعتقد أنه يفتح لنا المجال لمناقشة ثقافة الحذر عندهم انطلاقا من مدخل نراه مهما، وهو مناقشة منظومة الشغل ومحدودية أنظمة الحماية الاجتماعية. يمكن أثناء اطلاعنا على كل الأدبيات التي ناقشت مسألة نوعية الشغل والمنظومات الحمائية أو المنظومات التأمينية في زمن المخاطر أن نناقش ذلك، يعني يمكن أن نناقشه انطلاقا من 4 تحديات يمكن أن تكون عناصر لهذه المناقشة. أول تحدي هو تحدي الحد من تدامي مظاهر اللامساواة الاجتماعية
المؤثرة على ثقافة الحذر لمواجهة المخاطر. هل كيف بإمكاننا أن نقوم بمناقشة مظاهر اللامساواة وتأثيراتها على الحذر la culture de la prudence في مواجهة مظاهر الخطر؟ بين موزتين الفكرة الأساسية التي سنناقشها في هذه النقطة هو أننا لا نملك نفس الحدود أو لا نملك الحدود نفسها لمواجهة المخاطر، ولا نملك بطبيعة الحال الثقافة ثقافة الحذر نفسها، لأن المعطيات الموضوعية المرتبطة بالأشخاص متغيرة. ثاني تحدي سنقوم نود مناقشته هو تحدي ترقية نوعية الشغل، خصوصا عندما تكون الهشاشة المهنية أحد مظاهر هذه اللامساواة. هذه النقطة الثانية التي نلاحظها، وبإمكاننا أن نناقشها انطلاقا من مجموعة من المعطيات المتوفرة عندنا، سواء المعطيات الرسمية التي يقدمها الديوان الوطني للإحصاء، أو المعطيات الدراسات الميدانية التي شاركت فيها أو التي أنجزت من طرف المركز خلال 10 سنوات الأخيرة. تالي التحدي، ونحن نناقش بين قوسين علاقة المجتمع مع هذه الظاهرة، هو التحديات المرتبطة بترقية منظومات الحماية والتأمين الاجتماعي. آخر عنصر يمكن أن يكون عنصرا تابعا للعنصر الأخير هو التحديات المرتبطة بمنظومات التضامنية المؤسساتية. بالنسبة للتحدي الأول، يمكن أن نقول أن حالة اللامساواة الاجتماعية بين المزدوجتين مثل ما نلاحظها في الحالات العادية، سواء كانت ذات طبيعة ظرفية أو ذات طبيعة بنيوية، متواجدة بيننا، ولكن أثناء فترات الأزمات الصحية سنلاحظ تعميق هذه اللامساواة. وهذا التعميق يمكن أن نلاحظه انطلاقا من بين قوسين الفوارق الموجودة بين المستفيدين من نظام الحماية والتأمين الاجتماعي وبين الأشخاص المقصيين من هذه الأنظمة. وبالتالي نتابع في كثير من الأحيان مجموعة من الخطابات الإعلامية، خصوصا بعض الحصص التي تقدم بقوس المقاربات قاسية حول عدم الالتزام بفعالية الحجر الصحي، وتناقش هذا الموضوع انطلاقا من ضعف الحس المدني عندهم. نقول أن هذا العنصر قد يكون موجودا، ولكن للأسف الشديد لا نملك نفس ثقافة الحذر، لأن المعطيات الموضوعية التي تسمح لنا أن نكون في موضع الحذر غير متساوية ما بين الأشخاص. كيف يمكن أن نتصور مواصلة فعالية الحجر الصحي الجزئي أو الكلي والابتعاد الاجتماعي والكف عن المخاطرة بالبحث عن الرزق لدى الفئات التي تنشط في إطار الهشاشة المهنية، عندما تكون منظومات التأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي تقترحهما دولة الرعاية لطب بروفيدونس عاجزة عن تقديم البديل ومنتجة لسلوكات تحدي الحجر؟ هذه النقطة الأساسية التي ينبغي. إذن حالات الجائحة التي نعرفها ضعفت بشكل واضح في حالات اللامساواة الاجتماعية، بحيث تصبح فعاليات إجراءات الحجر الصحي مرتبطة بغياب أو بقوس وجود أو غياب منظومات الحماية الاجتماعية. طبعا هنا يكفي أن نذكر بشيء معين، سبق أن ناقشنا في المركز فكرنا في منظومات الحماية الاجتماعية، وفكرنا في منظومات الحماية الاجتماعية ومنظومات التأمين في أثناء تزايد المطلب الاجتماعي في إطار كتاب أنجزناه بالشراكة مع مؤسسة بحثية خارجية لتفاصيل ديبوردمون دي سوسيال. إذن السؤال الذي يمكننا أن نعود إليه في هذا التحدي الأول هو كيف بإمكاننا أن نعيد التفكير في منظومات الحماية الاجتماعية أثناء تدفق المطالب الاجتماعية، تزايد المطالب الاجتماعية، ولكن في ظروف استثنائية. التحدي الثاني الذي ينبغي أن نواجهه هو تحدي ترقية نوعية الشغل، خصوصا عندما تكون الهشاشة المهنية أحد مظاهر هذه اللامساواة.
طبعا المعطيات الأساسية التي يقدمها لنا الديوان الوطني للإحصاء، وعندما نعتمد في تحليلنا لنوعية الشغل على عنصر واحد فقط بعيدا عن العناصر الأخرى الضرورية اللي هو عنصر الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية، سنلاحظ أنه خلال 10 سنوات الأخيرة من المنظومة الاقتصادية في الجزائر لم تستطع أن تضمن قدرا كافيا من نوعية الشغل الكريم لكامل الموجودين في الحياة المهنية. يكفي أن نلاحظ انطلاقا من المعطيات التي تقدمها الديوان نفسه، هو أن نسب المستفيدين من الحماية الاجتماعية بالنسبة للطبقة الشغيلة في الجزائر لا يتعدى في كثير من الأحيان ما بين 50 إلى 55%، حوالي 40%، ما بين 40 إلى 50% من الفئة الشغيلة خارج منظومة الحماية الاجتماعية. والسؤال الذي نطرحه على أنفسنا خصوصا هو حول لماذا، كيف يمكن للسياسات العمومية أن تواجه منظومة اقتصادية تقوم بإنتاج فرص الشغل، ولكن للأسف الشديد لا تقوم بإنتاج نوعية معتبرة من فرص الشغل. هذه الفكرة سبقت أن ناقشناها في المركز، وسبق أن ناقشناها في المركز عندما قمنا بمناقشة بين قوسين القطاع الرسمي لانفورمال والناجيري، انطلاقا من ندوة أجريناها مع مجموعة من المؤسسة البحثية في جامعة تلمسان وجامعة وهران، وسبق أن ناقشناها أيضا انطلاقا واطلعنا عليها انطلاقا من الكتابات التي يقدمها محمد صايب مجزات حول تحدي الرفع من نوعية العمل، وكتابات التي يقدمها أيضا نصر الدين حمودة. إذن تحدي نوعية الشغل بالنسبة إلينا في هذه الجائحة يبين بشكل وبآخر مدى بقوسين محدودية السياسات العمومية في مواجهة بقوسين تبعات النوعية المتدنية لنوعية للشغل، خصوصا عندما يكون القطاع الرسمي يكاد يمثل أكثر من ثلث أو يتعدى ثلث المستفيدين من هذا النطاق. إذن أمام هذا التحدي لا يمكننا بشكل أو بآخر أن نطلب كمثال، لا يمكننا بشكل أو بآخر أن نطلب من عمال اليوميات، من العمال الموسميين، من العمال الذين يشتغلون بين مزدوجين على نموذج الجرناطة، لا يمكن أن نطلب منهم الرفع من ثقافة الحذر إذا كانوا مطالبين هم بالنزول إلى الميدان والبحث على الرزق. نضالهم اليومي على حد تعبير آسف بياته، نضالهم اليومي هو نضال من أجل البحث على لقمة الحياة. التحدي في هذا العنصر الثاني هو ألا ينبغي علينا من الآن فصاعدا، إذا كان التحدي الأول تحدي المنظومة الاجتماعية هو تحدي ظرفي زمني محدود بحدود الجائحة، فإن التحدي الثاني هو تحدي بنيوي ستركتيرو، والذي يتطلب منا على الأقل التفكير في عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو إنشاء مدونة لنوعية الشغل في الجزائر، un référentiel de la qualité de l'emploi، تصبح أكثر من ضرورية، لأننا لا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن نقوم بتسيير منظومة الحماية ومنظومة التأمينات إذا لم تكن عندنا الخارطة الأساسية حول هذا الشيء. النقطة الثانية هو ضرورة إنتاج خارطة وطنية حول نوعية الشغل في الجزائر، لأننا انطلاقا من هذه النوعية، انطلاقا من هذه المعطيين على الأقل بإمكاننا أن نقوم بتحديد مظاهر اللامساواة بين الأفراد، بين العائلات، خصوصا في السياقات المحلية، بين الأجيال، بين الرجال والنساء إلى آخره. إذن التحدي الثاني هو متحدي مرتبط بنوعية الشغل. التحدي الثالث الذي لاحظناه وتابعناه هو طبعا بالنسبة للتحدي الثاني ينبغي أن نضيف فكرة أساسية سبق أن ناقشها العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية والمرتبطة بالظرف الذي تعرفه منظومة الشغل بصفة عامة على المستوى العالمي. مثلا روبرت كاستر في هذا السياق يتحدث عن تفتت مجتمعات الأجر لفريتمون دي سوسيتي سالاريال، لفريتمون دي سوسيتي سالاريال، ولكن العمل لم يضيع مركزيته في العلاقات الاجتماعية. والسؤال الذي نتساءله انطلاقا من قراءتنا لما يكتبه روبرت كاستر حول المسألة الاجتماعية في هذا المثال هو أليس الانتقال للأسف الشديد بين مزدوجتين، للأسف الشديد أليس الانتقال من مقاربة المجتمعات الأجر، من مقاربة يعني مجتمعات الأجر إلى مجتمعات الشغل هو شكل من أشكال مأسسة الهشاشة الاجتماعية.
انتقلنا من مقاربات المجتمعات المبنية انطلاقا من علاقات الأجر إلى مجتمعات بقولية بين مزدوجتين مبنية على أساس الشغل. ونعتقد أن هذا الانتقال كان شكلا أو بآخر كمثل ما يطرح ذلك الافتراض روبرت كاستيل شكلا من أشكال مأسسة الهشاشة المهنية التي تؤدي إلى الهشاشة الاجتماعية وضعف الانتساب لا ديزافيلياسيون. إذن في هذا السياق في هذه الفكرة في هذا التحدي الثاني نعتقد أن الدور المركزي لدولة الرعاية خصوصا في زمن المخاطر يصبح أكثر من ضروري. دور الفاعلين الاقتصاديين النقابات والجمعيات المهنية يصبح أكثر من ضروري لمواجهة هذا الانتقال. التحدي الثالث الذي لاحظناه هو تحدي ترقية منظومة الحماية الاجتماعية في الجزائر. تحدي وهذا التحدي يمكن أن نواجهه انطلاقا من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو أن نعالج المنظومة المؤسساتية كما هي، وثانيا أن نفعل هذه المنظومة خصوصا انطلاقا من ثقافة العمل ما بين القطاعات لانترسيكتورياليتي مي أونيفو لوكال. مثلا سبق للجزائر في 1994 أن أضافت إلى منظومة الحماية الاجتماعية التي كانت تملكها منذ 1962 أضافت الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. لأول مرة قمنا بإنتاج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية فكرة التأمين على البطالة لأسباب اقتصادية، طبعا لظرف اقتصادي وسياسي معين مرتبط بسنوات التسعينيات كان ينبغي علينا أثناء تطبيق لو بلان داجستمون ستركتور مخطط إعادة التصحيح الهيكلي في سنة 1994 أن نكيف منظومة الحماية الاجتماعية لنضمن قدرا من الحماية بالنسبة للعمال الذين تم تسريحهم من ظرف العمل المأجور العمومي خلال الفترة الممتدة ما بين 1994 إلى غاية 1998-99. إذن أنتجنا بين قوسين منظومة حماية اجتماعية، أضفنا إلى منظومة الحماية الاجتماعية مبدأ التأمين على البطالة، وأصبح مبدأ التأمين على البطالة لأسباب اقتصادية موجود. إذن أعتقد أن التحدي الأساسي الذي ينبغي أن نقوم به خصوصا في ظل تدني نوعية الشغل أن نواصل أن ندعم هذه المنظومة ونفعل مبدأ التأمين على البطالة ليس لأسباب اقتصادية ولكن لمواجهة مختلف المخاطر. التفكير حول هذه المنظومة سبق أن ناقشناها في العديد من اللقاءات في الجامعة في العديد من الكتابات التي أجراها المركز، ويمكن هنا أن نعود إلى على الأقل على سبيل المثال للحصر إلى المقال الذي يكتبه اللي يقدمه مدني صفر زيتون حول منظومة الحماية الاجتماعية في الجزائر في إطار الكتاب الذي كنت سابقا قد ذكرته وهو المعنون لطفاسو دي بوردومون جي سوسيال. إذن ترقية مسألة الحماية الاجتماعية المرتبطة بمنظومة التأمين على البطالة يصبح أكثر من ضرورة. معناه بإمكاننا أن نفكر في ترقية الشغل ولكن انطلاقا من تفعيل منظومات الحماية الاجتماعية. النقطة الأساسية التي ينبغي أن نلاحظها هنا هو أن الكثير من النقابات والكثير من الجمعيات والكثير من الأحزاب والكثير من الخطابات بقوسين السياسية لا تزال لم تضع منظومة الحماية الاجتماعية في قلب نقاشاتها النضالية وفي قلب نقاشاتها من أجل المواجهة هذه الأخطار والأخطار الأخرى. آخر شيء آخر نقطة وهو من آخر تحدي والذي يمكن أن يكون مرتبطا بالتحدي الثالث والأخير هو التحديات التي تواجهها المنظومات التضامنية. طبعا بإمكاننا أن نميز على الأقل شكلين من أشكال التضامن، التضامن ذو طبيعة مؤسساتية والتضامن التقليدي بين مزوجتين ذو الطابع الجواري. للأسف الشديد الدراسات التي قمنا بالمشاركة فيها التي شاركت فيها أو التي تابعنا نتائجها تبين أن المنظومة التضامنية مؤسساتية قد تكون محدودة. بين قوسين هناك فارق كبير بين ما هو مسطر من الناحية المركزية والواقع المحلي كما هو موجود. بين قوسين الجمعيات عن طريق نشاطاتها وعن طريق طريقة تركيبها وطريقة تفاعلها للأسف الشديد بشكل كبير جدا في غالبيتها لا تتمتع بالكفاءة في تسيير
أو لا أقول تتمتع بالكفاءة، ولا نقول وأقول بانطلاقا من الدراسة الأخيرة التي أجريناها مع وزارة الداخلية، تتمتع بكفاءة محدودة في مواجهة العمل الاجتماعي المؤسساتي التضامني. إذا النقطة الأساسية التي ينبغي أن نناقشها حول هذا الشيء، أليس بإمكاننا أن نعيد التفكير في المنظومات التضامنية، خصوصا عندما نلاحظ أننا ما زلنا نقوم بتوزيع المساعدات بين قوسين بطريقة شعبوية في كثير من الأحيان بطريقة زبونية، وفي كثير من الأحيان دون أن نحصي من هم الفئة التي الأشد طلبا لهذه المساعدات. الخارطة الوطنية بين قوسين بين المزوجين لمظاهر الهشاشة مثل ما ناقشها سابقا أو مثل ما طرحها مجلس الحكومة حول مناطق الظل، يمكنها أن تعمق هذه الفكرة وأن توصل. في الأخير بإمكاننا أن نقول ختاما لهذه العناصر الأساسية التي حاولنا أن نقدمها للنقاش، بإمكاننا أن نقول أن ما يحتم علينا بقوسين في مجال العلوم الاجتماعية هو أن نقوم بدراسة بقوسين ثقافة الحذر عند الجزائريين، لا كولتور دو لا بريدونس أثناء مواجهة المخاطر، لأن ثقافة الحذر سواء كممارسات كخطابات أو كتمثلات، لأننا أثناء مواجهة المخاطر لا نملك الحدود نفسها للمواجهة، وهنا ما نصنفه خطرا هنا قد لا يصنفه عنصر آخر خطر إلى آخره. إذن هذه هي أهم النقاط الأساسية التي حاولنا أن نناقشها أو نعرضها للنقاش، هي بين قوسين هي نتاج مجموعة من القراءات حول موضوع الحماية الاجتماعية، حول موضوع دولة الرعاية، حول موضوع نوعية الشغل، وهي أيضا مدعمة أيضا بمجموعة من الملاحظات التي تابعناها منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في الجزائر. وشكرا. تحياتي للجميع. بداية أتوجه بالشكر لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لهذه الدعوة الكريمة، لمركز فاعلون، لجميع أعضاء اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى الهام حول المجتمع والجائحة. أبدأ بالتعريف عن نفسي. ماريز يونس، أستاذة علم اجتماع بالجامعة اللبنانية. موضوع مداخلتي سيكون حول التضامن الاجتماعي، أشكاله، مستوياته وأثاره في المجتمع اللبناني خلال جائحة كورونا. الفردية الأساس التي ننطلق منها تتمركز حول تزايد أشكال التضامن الاجتماعي وتعدد مستوياته نتيجة لأزمة كورونا من جهة، وللأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي سبقت كورونا وتزايدت وتفاقمت تداعياتها حتى في اللحظة الراهنة. إذن المحاور المداخلة ستكون حول التضامن مفاهيميا، التضامن أشكاله ومستوياته وأثر هذا التضامن. على المستوى المفاهيمي يعني لا يسمح الوقت بالتنظير لهذا المفهوم، ولكن ما يهمنا هنا هو تسليط الضوء على نوعين من التضامن يشهدهما المجتمع اللبناني قبل كورونا واليوم يتعززان ويتجليان أكثر فأكثر، وهما التضامن الآلي والتضامن العضوي، وقد تكلم عنهما العالم الاجتماعي دوركايم حيث ميز بين التضامن الآلي الذي يقوم على أسس تقليدية أهلية عشائرية قرابية دينية، وهو يرتبط بالمجتمعات الزراعية التقليدية ويستهدف تعزيز الانتماءات والولاءات القرابية الفئوية الضيقة. وتطور هذا النوع من التضامن تطور المجتمعات الصناعية وظهور بدء تشكل الدولة الحديثة، حيث ظهر مفهوم التضامن العضوي القائم على أسس تتجاوز كل هذه الأسس التقليدية والعشائرية والأهلية تقوم على أسس مواطنية تستهدف المصلحة العامة المشتركة. إذن
إن تطور المجتمعات الصناعية أدى إلى تطور في مفهوم أو بشكل التضامن من الآلي إلى العضوي. أما على المستوى اللبناني فلا نزال نشهد اليوم الجمع بين نوعين من التضامن، بل أنه يعني يغلب على التضامن بالمجتمع اللبناني الطابع الآلي الميكانيكي، وذلك لطبيعة الدولة اللبنانية ولتركيبة وبنية الدولة اللبنانية التي لا تزال فيها الطائفة حاضرة موجودة مؤثرة وفاعلة، بل هي مؤسسة بالتشريعات بالقوانين بقوانين الأحوال الشخصية بمؤسسات التعليم بالتمثيل الطائفي، حيث يأتي الوزير أو النائب ليمثل طائفة معينة ويخدم طائفة معينة، وبالتالي ينعكس التضامن ليصب في فئة دون فئة أخرى. كيف تجلت مستويات التضامن وأشكالها إن كان على مستوى التضامن الآلي أو التضامن العضوي؟ أول مستوى هو مستوى الدولة اللبنانية. لابد هنا من التوقف عند الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان وشهدها قبل كورونا، حيث الانهيار الاقتصادي والمالي اليوم، التدهور المعيشي، ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، تفاقم حدة الفقر التي وصلت إلى 45% من السكان وحسب تقديرات البنك الدولي، البطالة تفاقمت لتطال مليون عاطل عن العمل، لتصل إلى مليون عاطل عن العمل حسب الدولية للمعلومات، وكل ذلك أدى إلى تفاقم الحاجة للتدخلات وإلى تكثيف الدعوات إلى المزيد من التضامن، وهذا ما حصل من كافة مكونات المجتمع اللبناني كما سنرى بعد قليل. فإذا أما على مستوى الدولة اللبنانية فما يهمنا هنا على مستوى التمييز بين التضامن العضوي والآلي أنه بطبيعة الحال من حيث المبدأ أن من المفترض أن الدولة اللبنانية تتميز من خلال تضامنها العضوي الذي يقوم على مبدأ العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. ولكن ما حدث خلال كورونا وما قبلها يعني، ولكن اليوم نشهده بشكل يعني جلي، أن الدولة اللبنانية سارعت لتقديم مساعدات للأسر الأكثر فقرا عبر برنامج الأمم المتحدة، ولكن هذه المساعدات يعني أول سمة أنها مساعدة يتيمة حتى اليوم، 400 ألف هي يعني بقدر 100 دولار اليوم، وهي مساعدة يعني محدودة مجتزأة. والأمر الآخر أنها يعني لا تحقق ليست لا تقوم على أساس مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين كافة المواطنين الأكثر فقرا، نتيجة لوجود وسيط هو وسيط قد يكون سياسي وطائفي وتابع لأحد الأحزاب من خلال مؤسسة الدولة، من خلال من يعمل على إعداد اللوائح، وهذا ما يعني تحدث عنه العديد من المواطنين. ولكن ما يهمنا أن التضامن هنا هو يصب في خانة التضامن الآلي حتى على مستوى الدولة. أما التدخل الآخر على مستوى الجمعيات الغير الحكومية، وهنا ينبغي التمييز بين نوعين من الجمعيات في لبنان، جمعيات أهلية وجمعيات مدنية. الجمعيات الأهلية وهي الجمعيات التي تقوم على أسس أهلية أو قرابية أو عائلية أو عشائرية أو طائفية أو سياسية أو تابعة يعني لأحزاب سياسية، وبالتالي هذه الجمعيات مرتبطة بشكل أو بآخر بجهات تمويلية تدعمها. سارعت
وتكثفت مبادراتها للتخفيف عن الفئات المتضررة من كورونا والأزمة الاقتصادية. فرأيناها أن كل هذه الجمعيات نشطت في زمن كورونا، ولكن تأتي تدخلاتها أو تضامنها ليمثل فئة واحدة من الناس وليصب في تعزيز الولاءات الطائفية ولإعادة إنتاج الولاءات الطائفية أو العائلية أو للجهة المرتبطة، يعني اللي هي عم بتقدم هذه المساعدات. أما الجمعيات، وبالتالي هذا النوع من التضامن أكيد هو تضامن آلي، يصب في خانة التضامن الآلي. أما التضامن اللي هو عبر الجمعيات المدنية، وهو يمثل التضامن العضوي بطبيعة الحال، لأنه يتجاوز يعني منشأ مدني، يتجاوز الانتماءات الضيقة، يقوم على مبدأ المواطنين، يخدم، لا يميز بين مواطن وآخر، لا يميز بين طائفة وأخرى. ولكن أيضا وأيضا هذه المنظمات وإن كانت بين هلالين هي مدنية، ولكن هي يعني تعاني تشوهات عديدة نظرا لكونها جمعيات تخصصية، أي هي نشأت من أجل قضية معينة تخدم فئة معينة، ولا يهمها يعني القضايا الأخرى. وبالتالي هنا يظهر ثغرتين. أول ثغرة هي أن التضامن يأتي مجتزأ وأيضا فئويا، وثانيا أنها تنعزل وتنفرد بنفسها ولا تريد التنسيق مع الجمعيات المدنية الأخرى، وبالتالي يعني صار في كتير مبادرات للتنسيق بين كافة جمعيات المجتمع المدني، ولم توفق أي من هذه الجهات لتوحيد الجهود ولتنسيقها لتحقيق فعالية التضامن العضوي المرجو منه. فبالتالي هنا يتشوه التضامن العضوي بممارسات هذه المنظمات التخصصية التي تخدم فئة معينة وقضية معينة مثل المرأة والطفل والمعوقين، وهي تخدمهم كلهم وتطالهم كلهم، ولكنها تخدم فئة واحدة ومحددة. إذن بالنهاية بختم بآخر مستوى من التضامن، وهو التضامن المبني على مبادرات فردية، حيث تكثفت المبادرات الإنسانية التي تتميز بطابعها الفردي. أفراد من المجتمع المحلي قاموا بتقديم المساعدات من خلال بشكل سري أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وما يلفت هنا أنها قامت على جمع تبرعات كبيرة، ويعني تجاوبت الأفراد مع الحملات التبرعات التي قامت بها البعض، ولبوا هذا النداء دون أن يتبرعوا لأي جهة سياسية أو طائفية أو، ولكن يعني كانت بين بعضهم، بين المجتمع، بين أفراد المجتمع المحلي، وكأنهم أكثر ثقة بهذه الجهات الفردية، مثل دعم مثلا للصليب الأحمر، لأنه بيعتبروا أنه في ثقة بالصليب الأحمر. إذن خلاصة القول أن لا يزال المجتمع اللبناني، يعني حدثت كثير من المبادرات، تكثفت المبادرات، صحيح أن التضامن زاد، ورأينا أن تعززت القيم الإنسانية خلال جائحة كورونا بالكثير من المبادرات ومن كافة مكونات المجتمع الأهلي والمدني والدولة، ولكن هذه المبادرات
تبقى قاصرة ومحدودة إذا لم تكن ضمن إطار الدولة اللبنانية القادرة والعادلة التي تلغي الوسيط الطائفي ما بين المواطن والدولة. وشكراً لحسن استماعكم وإلى اللقاء. السلام عليكم، أقدم نفسي، الباحث نور الدين مهوبيل، تخصص علم اجتماع من مركز بحث الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من الجزائر. عنوان مداخلتي هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل التطوعي في الجزائر بعد ما بعد كوفيد-19. كما هو معلوم، جائحة كوفيد-19 التي أصابت أغلب دول العالم لا تزال تتسبب حتى الآن في آثار صحية واقتصادية جسيمة. ففي الجزائر تباطؤ الاقتصاد الوطني بسبب هذه الجائحة، والذي تزامن مع إجراءات الحجر الصحي منذ 4 أفريل الماضي، عرض الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة لمزيد من الضعف وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. في هذه المداخلة سأتناول فكرتين لهما علاقة بإشكالية الطبقات الاجتماعية الهشة، وهما فكرتا الاقتصاد الاجتماعي التضامني من جهة، وفكرة العمل التطوعي من جهة أخرى. فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منظمة العمل الدولية تعرفه كمفهوم يشمل كل من الشركات والمنظمات والتعاونيات والتعاضديات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، والتي تتميز بإنتاج سلع وخدمات ومعارف، وتسعى في نفس الوقت لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، كما تسعى أيضا لتعزيز المشاركة والتضامن. انتهى التعريف. يمكن أن نضيف إلى هذا التعريف بعد مهم في رأينا، يتمثل في أن كل من إنتاج وخدمات ومهام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تهدف أساسا وقبل كل شيء إلى خدمة المجتمع المحلي أو المجتمع الإقليمي. والاقتصاد الاجتماعي التضامني هو اقتصاد ازدهر بشكل ملحوظ منذ حوالي عقدين، وخاصة منذ الأزمة المالية لسنة 2008 المتعلقة بالرهن العقاري، يعني لا كريز دي سوبرايمز اللي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية. وحاليا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح واقعا ملموسا بالنسبة للعديد من الدول في العالم. ففي الاتحاد الأوروبي مثلا، ساهم سنة 2017 بنسبة 8-10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس السنة قدم هذا القطاع أزيد من 19 مليون وظيفة، ما يمثل 9% من القوة العاملة لمجموع دول الاتحاد الأوروبي. وأيضا في سنة 2017 بالنسبة لكندا، بلغت قيمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 169.2 مليار دولار، وساهم في الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5%. فيما يخص الجزائر، تقريبا نلاحظ أن أغلب الدراسات والتقارير التي تناولت موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تصب في فكرة أساسية مفادها أن هذا القطاع غير واضح المعالم بسبب تداخله مع الاقتصاد، مع القطاع العام أو قطاع الدولة. ويرجع هذا لأسباب تاريخية، أهمها التوجه الاشتراكي الذي اتبعته الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 حتى نهاية الثمانينات، والذي كان من ميزته، يعني ميزة التوجه الاشتراكي، مجانية العديد من القطاعات العامة وسياسة دعم الاستهلاك، كما أن السياسات الاجتماعية والتضامنية التي وضعتها الدولة منذ التسعينات للحد من الآثار السلبية للتحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد السوق، مثل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إذن هاتان منظمتان، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومنظمة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما أن هناك تم تكليف وزارة كاملة لحمل أعباء التضامن الاجتماعي الوطني، وهي وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة حاليا. فهذه العوامل لم تسمح لبروز قطاع اقتصاد اجتماعي وتضامني مستقل،
إلا أنه منذ سنة تقريبا في جويلية 2019 تحديدا، صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارتها تتطلع لإعداد إطار قانوني وتنظيمي يسمح بتطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المشروع في رأينا يجب أن يتحقق على أرض الواقع، لأنه يمكن أن يلبي الحاجة الماسة لتنمية المناطق الأقل نموا في الجزائر. فحسب دراسة حول التفاوتات المكانية في المجال التنموي في الجزائر، فإن البلديات الأقل نموا هي المتواجدة في المناطق الجبلية ومنطقة الهضاب السهبية وأيضا مناطق أقصى الجنوب الجزائري. وما يميز هذه البلديات الأقل نموا هو أن الثلثين من سكانها يعيشون في المناطق المشتتة، يعني لزوني باكس، بمعنى أنهم يعيشون في مناطق يقل فيها الاستثمار الخاص أو حتى العام بسبب العزلة أو بعد المسافة عن الطريق السريع، مما يقلل من حظوظ سكان هذه المناطق من دخول سوق العمل والإفلات من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. وهنا في رأينا تكمن أهمية البعد التنموي المحلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحيث أنه يعطي للطبقات الاجتماعية الهشة إمكانية المبادرة الاقتصادية والمشاركة في دينامية التنمية الوطنية، مع التأكيد على التنمية المحلية وعلى الجانب التضامني. الآن الفكرة الثانية لهذه المداخلة، تتعلق هذه الفكرة بضرورة قياس العمل التطوعي. فهذا المفهوم له ارتباط وثيق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. حسب دراسة لمنظمة العمل الدولية لسنة 2011 والتي أجريت ل 36 دولة، مثل العمل التطوعي نسبة 45% من اليد العاملة في مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لهذه الدول، وهذه النسبة تصل إلى 76% في السويد و 63% في النرويج، يعني أنها أكثر أهمية. وحسب تقرير هيئة الأمم المتحدة لسنة 2018 حول وضعية العمل التطوعي في العالم، فإن الأثر الاقتصادي للعمل التطوعي في العالم تم تقييمه ب 1348 مليار دولار، أو ما يساوي 2.4% من مجموع الاقتصاد العالمي. دفعت أهمية هذه الأرقام بمنظمة العمل الدولية لاعتبار العمل التطوعي كمورد متجدد ضخم لحل المشاكل الاجتماعية. ويوجد حاليا أكثر من 100 دولة عبر العالم قامت بقياس العمل التطوعي، ويبقى في الجزائر العمل التطوعي غير معروف مدى تأثيره في الاقتصاد وما هي أهم مجالاته. ففي رأينا لا يكفي تقديم العدد الإجمالي للجمعيات للجزم بأهمية هذه المنظمات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فكما لاحظنا من خلال دراستنا للجمعيات، هناك ولايات في الجنوب لديها عدد كبير من الجمعيات ولكن تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي ضئيل جدا، وعلى العكس كما هو في بلدية بن معوش في ولاية بجاية، هذه البلدية فيها عدد محدود من الجمعيات، ولكن هناك جمعية لمنتجي فاكهة التين استطاعت بالتنسيق مع بعض الوزارات وجامعة بجاية والاتحاد الأوروبي أن تعطي لمنتوج التين المحلي علامة تجارية دولية تعترف بجودتها. أختم بالقول أن رغم ما تحمله فكرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من قيم ومثل، إلا أنها تبقى رهينة قناعة الفاعلين أنفسهم ومدى استجابتهم لهذه الفكرة. وهنا في رأينا يلعب الباحثون دورهم الكامل من خلال المساهمة في فهم الواقع الاجتماعي. على سبيل المثال، هناك دراسة بيّنت أن عدد كبير من المزارعين في ولاية البليدة، وهي ولاية زراعية بسبب أراضيها الخصبة، يعني أراضي المتيجة، بيّنت هذه الدراسة أن عدد كبير من المزارعين لا ينخرطون في التعاونيات، رغم أن التعاونيات مبدئيا هي منظمات تساعد مزارعين. فهنا في رأينا يجب فهم أسباب عدم الانخراط، ويجب فهم منطق تفكير وتصورات المزارعين قبل وضع سياسات عامة يمكن أن تكون مكلفة وتنتهي برفض أو مقاومة من طرف الأشخاص المعنيين. ويتضح من خلال ما بيناه أنه لا يكفي لدفع عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطبيق سياسات عامة أو إصدار قرارات سياسية وإدارية، كما يقول عالم الاجتماع ميشيل كروزي، يقول المجتمع لا نغيره بالمراسيل، on ne change pas une société par décret، وإنما يكون التغيير عن طريق من خلال فهم المجتمع ودراسته. وشكرا. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cet enregistrement est dédié à l'exposé des grandes lignes et surtout la conclusion de ma communication portant sur le thème
lecture des études rétrospectives et prospectives de la situation économique en Algérie, quel impact de la crise sanitaire actuelle provoquée par le coronavirus. Et ceci dans le cadre du colloque virtuel international portant sur le thème « La société et la pandémie » organisé par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle CRASC, que je remercie vivement de m'avoir invité, en partenariat avec le Centre de recherche en anthropologie et en sciences sociales et humaines FAILON. Mon exposé s'articule autour de quatre sections, à savoir la première section est dédiée à une introduction sur la situation économique mondiale et en Algérie avant et pendant la crise sanitaire actuelle. La deuxième section porte sur l'impact de cette crise sanitaire sur la démographie, le pouvoir d'achat, le chômage et le marché du travail. Et la troisième section a comme objet l'impact de la crise sanitaire sur la dynamique des affaires. Et une quatrième section dédiée à la conclusion. Voici les grandes lignes des trois premières sections. Premièrement, le processus de globalisation économique qui a avancé significativement depuis les deux dernières décennies du siècle précédent a provoqué de profondes transformations structurelles dans l'économie mondiale. En particulier, il y a eu des changements de pouvoir dans les pays les plus importants. Deuxième point, parmi l'ensemble des transformations, les éléments les plus évidents sont d'une part le maintien de niveau élevé de pouvoir économique des États-Unis, même avec une certaine réduction de cette puissance après la crise de 2008, et d'autre part, la montée de la Chine comme puissance économique qui voit ses taux d'intégration dans l'économie mondiale de 2002 à 2019 se multiplier en moyenne par 3,5 fois. La contraction de la production en Chine a eu des effets dans le monde entier, témoignant de l'importance croissante de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et sur les marchés de produits de base. Par ailleurs, et comme troisième point, et au cours de la crise sanitaire actuelle, moins de 6 mois sont passés et le coronavirus COVID-19 a déjà été la cause de souffrances humaines de plus de 5 690 000 cas confirmés et de plus de 355 000 décès selon les statistiques de l'OMS du 26 mai 2020. À cet effet, l'année courante a fatalement connu des perturbations économiques majeures. Et comme troisième point, en Algérie, selon les données du Fonds monétaire international, le produit intérieur brut réel devrait chuter de 5,2% durant l'année 2020 avant de se redresser l'année prochaine à hauteur de 6,2% en 2021. Sur les deux années à venir, et selon les mêmes données, les indicateurs de notre pays sont hautement critiques selon le FMI. L'indice brut, comme cinquième point, l'indice brut des prix à la consommation de la ville d'Alger enregistre une hausse de 1,2% en mars 2020 par rapport au mois précédent, soit une variation plus importante que celle observée au même mois de l'année écoulée. Sur le plan démographique et celui de la santé, l'Algérie est classée 73e au niveau mondial en termes de nombre de personnes infectées par le coronavirus COVID-19, à plus de 8500 atteints selon les données mondiales du site Statista 2020. Cette pandémie a coïncidé avec une évolution défavorable des données démographiques. S'agissant du pouvoir d'achat, et comme septième point, et du niveau des salaires en Algérie, la dévaluation du dinar et la flambée des prix des produits de large consommation ont contribué à rendre difficile la mission de notre président et de son gouvernement qui, face à cette situation, a pris récemment des mesures, à savoir la suppression de l'impôt sur le revenu global IRG sur les faibles salaires moins de 30 000 dinars. Selon mon point de vue, la décision du président est loin d'être fortuite dans une époque où le monde entier revoit sa politique fiscale quant à son incidence sur les salaires. Le coin fiscal en Algérie reste très loin, l'un des plus élevés lorsqu'on sait que seules les charges sociales patronales à 26% et ouvrières à 9% représentent 35% sans inclure les charges fiscales. Parmi les sujets d'actualité que je traite aussi dans ma communication, c'est répondre à la question comment les systèmes fiscaux influencent-ils le choix des formes d'emploi. Comme neuvième point, concernant le chômage, curieusement, cet agrégat semble ne pas avoir de l'importance auprès des instances de l'ONS car les toutes dernières statistiques remontent à 2015,
où la population au chômage, au sens du BIT, Bureau international du travail, était estimée à 1 337 000 personnes, atteignant un taux de chômage de 11,2% au niveau national. La Business Academy Evidencia s'est intéressée à cet agrégat macroéconomique lors d'une enquête de terrain effectuée le mois d'avril dernier auprès de 250 dirigeants d'entreprises dans différents secteurs. Selon les chiffres de cette enquête, plus de 30% des répondants affirment avoir fait recours au chômage technique durant cette période de confinement. Cependant, 22% ont licencié au moins la moitié de leur personnel après seulement les deux premières semaines de confinement. S'agissant de l'impact de la dynamique des affaires, et comme je l'ai déjà traité dans des écrits antérieurs, la part des entreprises privées dans le PIB est très faible, ne représentant que 7,2% de recettes globales, soit 92% des recettes sont réalisées par le secteur des hydrocarbures. La fragilité du tissu économique tel quel a fait que la crise sanitaire actuelle soit plus fatale que dans une économie qui n'est pas dépendante des hydrocarbures. Ma quatrième section, qui représente ma conclusion, porte sur la question: qu'en est-il de la période après la crise ou comment vivre avec? Afin de faire face à la crise sanitaire actuelle et à la lumière des projections déjà déclenchées et mises à jour au fur et à mesure par les centres de recherche et d'études au niveau mondial ainsi que les organisations mondiales telles que le FMI, la Banque mondiale et autres, la majorité des études s'accordent sur trois grands axes d'intervention, à savoir la santé, la bonne gouvernance et le développement local. Ces axes ont été soulevés selon différents angles d'analyse et par différentes disciplines, à savoir l'économie, la sociologie, la démographie, la géographie ou encore l'anthropologie. Les orientations que nous allons citer représentent une sélection des plus pertinentes et des plus urgentes à notre point de vue. Ma première orientation, c'est le fait que la santé doit être placée au centre de toute politique de développement. Les gouvernements doivent prendre des mesures efficaces en mobilisant des moyens suffisants pour prévenir l'infection et la contagion, et également pour mettre en œuvre des politiques ciblées afin de soutenir les systèmes et les personnels de santé. Un indicateur de développement, dans ma deuxième orientation, un indicateur de développement dans ce domaine est bien le taux de mortalité infantile, comme le soulignent la plupart des grands économistes qui se sont intéressés à la question de la mesure des progrès économiques et sociaux réalisés par un pays, comme Stiglitz et Sen, tous les deux sont des prix Nobel. Ahmed Bouyarkoub a publié également au début du mois en cours que le taux de mortalité infantile est un indicateur de la santé d'une population et à ce titre, c'est un indicateur de développement humain qui doit figurer en tête de liste dans le tableau de bord de la gouvernance locale. Comme troisième orientation, un indicateur de santé doit avoir un usage de pilotage et de maîtrise et de gouvernance et non pas un usage bureaucratique. Ceci est important pour qu'il serve les objectifs propres des professionnels. Comme quatrième orientation, nous préconisons l'élaboration d'un système d'information moyennant de tableaux de bord construit davantage par des indicateurs de pilotage et renseignés en information par les centres locaux de la santé. Ces derniers méritent d'être multipliés et restructurés afin de faire de la proximité un moyen à la fois de maîtrise et de gouvernance. À notre sens, territorialiser la santé avec des mécanismes évolutifs de gouvernance doit être une des missions les plus urgentes du gouvernement actuel. Comme cinquième orientation, mettre en valeur des domaines de compétences dont la nécessité a été prouvée lors de la crise actuelle, à savoir la gouvernance des catastrophes, le management de crise et l'éducation sanitaire, en les intégrant au programme des études supérieures et de formation professionnelle. Par conséquent, je pense que la formation des cadres, des institutions, de l'État dans ces domaines-là est plus qu'urgente. Sixième orientation, il faut développer la stratégie de l'État en intégrant la solidarité et le libéralisme au sein de différents domaines fondamentaux du développement, tels que la santé, l'éducation et le numérique.
Telle est la vision contemporaine du développement, comme le soulignent Elinor Ostrom et Oliver Williamson, tous deux sont des prix Nobel d'économie 2009, dans leurs travaux portant sur la gouvernance économique. Leurs études portent essentiellement sur l'utilisation raisonnée des ressources par les collectivités et les institutions publiques plutôt que sur la gestion de ces questions dans l'entreprise. Il y a également les travaux de Jean Tirole et son ouvrage « L'économie du bien commun », prix Nobel d'économie 2014, ou encore les travaux de Duflo, Banerjee et Kremer portant sur le développement humain, la santé, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Les trois ensemble ont eu le prix Nobel récemment, très récemment en 2019. Comme septième orientation, il est indispensable à mon avis d'évaluer et de réévaluer le système, les systèmes fiscaux afin de s'assurer que la politique fiscale est en phase avec les évolutions survenant sur le marché du travail. Comme huitième orientation, il faut repenser le lien entre la décentralisation et le développement local. Ce dernier tarde à connaître les effets favorables malgré la politique d'autonomie que promulgue la loi organique relative à la loi de finances LOLF numéro 15 du 2 septembre 2018. Cette dernière est porteuse d'une culture de performance basée sur la modernisation de l'État qui est censé être un État décentralisateur grâce aux chantiers déjà entamés portant réforme des collectivités locales. Nous terminons notre conclusion par l'importance de l'ubérisation de la société. Dans les pays développés, aucun secteur économique n'a échappé à cette tendance de fond. Les transports, les taxis, le covoiturage, l'hôtellerie, les services financiers, les services à la personne, la restauration, la publicité. La crise sanitaire actuelle a accordé à ce phénomène d'ubérisation, mais avec force, d'autres outils tels que les études à distance et le télétravail. En Algérie, le e-gouvernement et la numérisation du secteur de la santé sont les deux projets les plus urgents à entamer. Et je